لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. من ثمرات الإخلاص، صفحة 20 عندكم، حماية النفس من الشياطين. طيب قبل ما تبصوا في الكتاب وقبل ما تسمعوا قبل ما تسرحوا عايز حد يجاوب لي، يقول لي ازاي الاخلاص حماية من الشياطين؟ مين اللي يجاوب ياخد هدية؟ ما تبصش في الكتاب. الشيخ اللي انت بتخلص لله مش عايز تعمل معصية، حتى لو عملت تقول لي انا اكلام الناس كده وما بيني وما بين نفسي. جميل والله الكلام. ليه الكتاب دلوقتي؟ خده بعد ما اخلص. ها، ويبقى انتم ما فهمتوش يعني ايه اخلاص. طالما ما بتجاوبوش يبقى مش فاهمين، يبقى درس الكيمياء ما تفهمش. ها اتفضل. الاخلاص اللي انت بتعمل عمل لا مش يعني بالرياء او. طب ازاي يبقى ده حمايه للانسان من الشيطان؟ الشيطان هو اللي بيخليك تحس بالرياء مثلا، او تحس بالغرور او التجبر اللي انت عملت العمل ده. اه الشيطان لو انت عندك اخلاص مش هيخرج من عندك. طيب ها، طيب تعالوا كده شوفوا الكلام اللي قايله. الشيطان لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استثنى المخلصين، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. مخلصين الاثنين صح، القراءتين صحيحتين. يبقى إلا عبادك منهم المخلصين دي صحيحة، والقراءة الثانية إلا عبادك منهم المخلصين. سؤال، إيه الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ وأيهما يأتي أولا؟ ها قول، اللي بيرفع يده ولا اللي بيتكلم؟ المخلص هو اللي بيبقى خالص أو بيبقى لله. لله، نعم. لكن المخلصين يعني بيعملوا أوامر الله بإخلاص أو لا، أيوه صح. المخلص الذي ابتدأ السير في طريق الإخلاص واستمر عليه وثبت فاستخلصه الله لنفسه، أخلصه له. يبقى بقى مخلص. زي بقول ايه مصطفى، يعني مصطفى يعني في حد اصطفاه، في حد اختاره. فانت بتخلص وتستمر على ذلك فيستخلصك الله ويصطفيك لنفسه. وصلت كده؟ يبقى انهي اللي يجي الاول؟ المخلص، ثم يترقى فيصل فيصير ايه؟ مخلص. فالشيطان لا يستطيع اغواء من تحصن بالاخلاص. ولذا كان معروف الكرخي رحمه الله يقول يا نفس أخلصي تتخلصي. تتخلصي بقى من عناء مصانعة الناس، تتخلصي من ويلات الرياء في الدنيا والآخرة. عشان كده كان بعض السلف يقول يركز معايا في العبارة دي، لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة وجوه كثيرة. يعني ايه مصانعة؟ واحد بيصانع واحد، بيعمل حاجة ليه، ماشي. فأنت لما يبقى أنت بتعمل لواحد ده أيسر مما تعمل لعشرين تلاتين واحد، ولا أنهي الأيسر؟ فلما تعمل لواحد بس ده أيسر عليك، ريح نفسك بقى من الناس، ما تشغلش بالك بيه. معنى كده؟ وقال يا نفس أخلصي تتخلصي. طيب برضو عايز أوضح نقطة الشيطان، وأن الإخلاص كيف يكون الإخلاص نجاة وحماية وحفظ من الشيطان ووساوسه. انت دلوقتي الاخلاص ان يكون عملك لوجه الله، الا يكون لغير الله في اعمالك حظ ولا نصيب. الانسان حينما يخلص لله يحميه الله ويصطفيه، ركز بقى عشان تفهم، يحميه الله ويصطفيه ويستخلصه وينجيه ويعافيه. وطبعا الشيطان اعدى الاعداء، فيكون عليه من الله حافظ، وبالتالي يحفظ ويحرس ويحمى من الشيطان، بخلاف الإنسان الذي يعمل العمل لله ولغيره، أو يعمل العمل ابتداء لغير الله، يتسلط عليه الشيطان ويصيره من جنده ويغويه ويضله ويفتنه والعياذ بالله تعالى. يبقى الإخلاص نجاة، الإخلاص نجاة. يقول انقطاع الوساوس والبعد عن الرياء. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وده واضح، لأن أنا لما يبقى عملي يعني خالص لله سبحانه وتعالى يبقى أبعد ما يكون عن الوساوس.
طب ده ليه؟ طب وهعمله عشان فلان، طب فلان مش موجود، طب فلان هيديني كام او هيبص لي لا، كل الافكار دي والوساوس دي هتنقطع عن الانسان، وهيبقى ابعد ما يكون عن الرياء، لانه عرف من يطيع وعرف الثواب الذي سيحصله، فتجده اخلص لله في عمله، فلا يعمل العمل لرياء الناس حتى مثلا ليراه الناس او يسمع الناس بعمله، بل يقصد بعمله كله وجه الله. الاخلاص نجا من الفتن، فالمرء ينجو من الفتن بالإخلاص، ويجعل له حرز من الوقوع في الشهوات ومن الوقوع في براثن أهل الفسق والفجور. فبالإخلاص نجى الله يوسف عليه السلام من فتنة امرأة العزيز. طب قبل ما نقول الآية بيقول يجعل له حرز من الوقوع في الشهوات، حرز يعني حمى، حصن، حماية. انت عارف مثلا واحد عنده سيارة، عشان يحفظها بيحطها فين؟ الجراج، ده اسمه حرز. واحد معاه فلوس عشان يحفظها يحطها فين؟ في الخزنة. يبقى الخزنة دي بتبقى حرز معنا. فايه اللي يخلي ليك حرز وحصن من الشيطان؟ الإخلاص. عشان انت لسه سامع من شوية إلا عبادك، يعني ليس له عليهم سلطان، واضح؟ طيب كيف نجى الله يوسف من فتنة امرأة العزيز؟ قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبرضو تقرأ المخلصين، كلاهما صحيح. فتنة امرأة العزيز من ضمن الفتن التي تعرض لها يوسف. إيه الفتن اللي سيدنا يوسف تعرض لها؟ واحد، فتنة إخوته أنهم ظلموه وهضموه حقه، ثم بعد ذلك باعوه بدراهم معدودة بثمن بخس، تمام؟ وصعب جدا لما يبقى واحد غريب بيظلمك، أصعب منها أن يبقى مين اللي يظلمك؟ قريب؟ لا ده أخوك، تمام؟ طيب فتنة كمان، فتنة ها الامرأة العزيز، فتنة كمان السجن، مش كده؟ فتنة كمان الملك، انفتاح الدنيا عليه. طيب أخطر فتنة في نظرك في كل دول؟ صح. ليه؟ لأن الإنسان يبتلى بالشدائد فيصبر، يبتلى بالأوامر فيفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله عز وجل عنه، بس في ما نهى الله عز وجل عنه بقى فيه فتن وفي أشياء أخطر وأشد من أشياء. أضر فتنة على الرجال هي النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من إيه؟ من النساء. فصبر يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز يعتبر أفضل وأشرف وأقوى وأعلى وأجل أنواع الصبر. طيب إيه المغريات اللي كانت موجودة في الفتنة دي؟ إنها غلقت الأبواب. أولا إن هو فتن شاب غير متزوج، والأمر الشاب بالشهوة بالنسبة له غير الإنسان المتزوج. الزواج يطفئ نار الشهوة ويخففها ويقللها، عشان الحديث قال من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للإيه؟ للبصر وأحصن للفرج. يبقى الزواج أغض، يعني أغض يعينك على غض البصر، يجعلك يتيسر عليك غض البصر، وإيه كمان؟ وأحصن لإيه؟ للفرج. طيب شاب، اتنين جميل، يوسف أوتي شطر الحسن نصف الجمال، كمان أنه غريب، ما تبقى أنت في وسط أصحابك تتكسف، لكن لما يبقى لوحدي في مكان محدش عارفني صح كده، بيبقى المعصية أيسر عليه من غير كده. كمان أن المرأة جميلة، حاضر. كمان أنها ذات منصب. كمان ستة غلقت الأبواب. كمان سبعة مفيش رقيب. تمانية هي الطالبة. تسعة انه عبد فسهل انها توقع بالعذاب. عشرة انها هددته بالعذاب ان لم يفعل ما امره ها لا يسجنن او ايه فكل وفي حاجات تانية لو احنا قعدنا نفكر هنطلع حاجات تانية كلها مغريات بتدفعوا لفعل ايه؟ المعصية. لكن الله عز وجل نجاه. كيف نجا يوسف؟ قال معاذ الله،
يبقى اعظم وسيله وسبب يحمى به الانسان من فتنه النساء الاستعاذه بالله، الاحتماء به. فلو كان الانسان صادقا فعلا في استعاذته واحتمائه بالله لنجاه الله سبحانه وتعالى. طب مش هقول لي بقى طب اصلنا لا ده انا اصلنا ولد مؤدب، اصلنا عندي اخلاق، اصل دي مش من اخلاقي، ده لو بنات الدنيا كلها لا بلاش بقى شغل الفشخره ده بلاش. خد بالك انت مش اقوى دينا من يوسف، يوسف استعاذ بالله. يبقى احنا كلنا ضعفاء الا اذا استعذنا بالله فاعاذنا الله. قال معاذ الله، انه ربي اللي هو مين؟ سيده، احسن مثواي، يعني هو احسن ليا وانا اسيء لزوجته. ها انه لا يفلح الظالمون، والزنا من الظلم، ظلم للمراه اذا كان هو الذي يعني ارغمها على ذلك، وظلم لنفسه، وظلم لعصبتها او لاوليائها، ابوها اخوها ابنها الى اخره، وكل دول هياخدوا منك حق يوم القيامه لان انت ظلمته. تمام. طيب هنا بقى جاب ايه؟ مع كل الدواعي دي، مع كل الدواعي دي ربنا نجاه. طب الشباب دلوقتي لما يتعرضوا لفتنه على الفيس او على التليفون، الدواعي دي موجوده؟ بيتصدقوا. الدواعي دي موجوده؟ ما ترده. المغريات دي موجوده؟ لا مفيش. ومع كده تلاقي الناس زي ما بيقول لك حسن بيصدقوا. طب هنا بيقول ايه؟ ولقد همت به. ايه الهم؟ طيب تمام. وهم بها اتخنقت منه؟ لا، هي همت بفعل المعصيه راودته. طب وهم بها؟ ها تركها، ابتعد عنها. طب هم بالمعصيه؟ لا ده قول ضعيف. هم لولا، لا ده قول ضعيف. طب هو الانسان لما يهم بالمعصيه ويتركها لله، الخاطره دي يعني يؤجر ولا ياثم؟ طب انتوا زعلانين ليه؟ اما تبقى انت صايم وتدخل البيت وتلاقي الاكل ما لذ وطب، وريحه اللحمه المشويه وريحه مش عارف، وانت ايه خلاص العصر بعد العصر خلاص بتسلم نمر، فتقول معاذ الله، مفيش حد بقى في البيت خالص، انت لوحدك زي ما انت كنت صغير كده، تبقى انت قدام بابا وماما صايم ومن تحت عمال تاكل وتشرب. ايوه معظمنا او كلنا كان كده، ما كناش لسه مكلفين ما نعرفش. خدت بالك؟ واخر رمضان يجيبوا لك هديه، ده فلان صام رمضان. خد بالك وانت تاكل سحت انت. معلش عديه. فخلينا نقول طيب انت ايه اللي بيمنعك اللي انت تاكل او تشرب؟ ان الله يراك لولا الله. طيب الهم ده انت بتعمله بتمضيه ولا بتوقفه؟ ها؟ هم سرحانين بتوقفه. طب عليك وزر ولا ليك اجر؟ ليك اجر. هو ده التفسير بتاع الايه، لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. التعليل انه من عبادنا المرسلين، انه من عبادنا. طب لو قال المرسلين الفرق؟ ايوه الله ينور عليك، هتاخد هديه، لان لو قال المرسلين يبقى قفل الباب قدامك، يبقى مش هينجو من الموضوع ده الا المرسل، خدت بالك؟ لكن لما يقول المخلصين يبقى بيفتح لنا كلنا الباب، لو بقينا من دول ربنا هيصرف عنا ايه؟ هلو اهلا معنا. طيب كنت بقول ايه؟ يبقى ما كنتش معايا؟ يبقى ايه؟ جاي لك الدور برضه بتضحك عليه، هيضحك عليك دلوقتي. انه من عبادنا المخلصين، بيفتح الباب لينا احنا لو تحلينا بالاخلاص، ينجينا الله من الفتن والشهوات ويصرف عنا السوء والفحشاء. طيب الاخلاص سبب لزوال الهم. معقول؟ خلاص سبب لكثرة الرزق. ازاي؟ تعالوا كده شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عندنا حاجتين، دارين، داران، دار الدنيا ودار الآخرة، ماشي؟ وليك كم قلب؟ قلبين برضو؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، تمام؟ طيب طالما هما دارين وانت ليك قلب واحد، يبقى القلب ما ينفعش يبقى مع اتنين، لازم مع ايه؟
مع واحدة بس، فأنت يا ترى قلبك فين؟ مع الآخرة ولا مع الدنيا؟ المطلوب أنه يكون فين؟ مع الآخرة. طب يعني ما الدنيا ما لهاش لازمة؟ مش حديث ده، مش حديث. الله ينور عليك. وسيلة وليست غاية، يعني قنطرة أو ممر، ممر وليست بمقر، ممر وليست بمقر. بمعنى أنا أخذ الدنيا في طريقي ولكن لا أجعلها الهم، ليست هي الغاية. بمعنى أنا مثلا هتعلم، هدرس، هتفوق، ليه؟ للآخرة. عشان إيه؟ قول. أيوة ماشي، هتعلم وانجح، ليه؟ للآخرة. يبقى ليا نية في الدراسة، ركز معايا. هبقى تاجر وابقى غني وعندي فلوس كتير، ليه؟ للآخرة بقى. ما ينفعش عشان اتفسح واتمتع وكده؟ ينفع برضو بالحلال، بس مش هو برضو الغاية. دي كلها وسائل، دي كلها حتى بتبقى تخفيف وترويح عن النفس عشان أكمل. لأن ما يبقى الإنسان بيهمل الوسائل دي ممكن القلوب تمل وتكل. محتاج أنت الترويح والترفيه الحلال أحيانا، ما يبقاش هو الأصل، لأننا ما اتخلقناش للعب. معنا كده؟ فحتى تجارتي هتبقى للآخرة. طب لعب ينفع يكون للآخرة؟ تقطق إيه؟ بلعب رياضة عشان أقوي جسمي، أعرف أقف أصلي. وأنت تيجي دلوقتي مثلا في الصلاة الفردية قدامك ساعة ونص صلاة، تقوم تقول لنفسك يلا بقى ورينا الشغل، هنصلي بقى ركعتين في ساعة ونص. تيجي انت تقف، يا ظهري، يا رجلي، يا مش عارف، ما انت ضعيف. ما بقول لك، تلاقي شباب وقاعدين. طب انت ليه سايب نفسك؟ يبقى حتى لو انا قويت جسمي بنية الاخرة يبقى خدت اجر. بطلع اجري، بطلع اتمشى، كل ده بقوي جسمي عشان اعرف اؤدي عبادة صح، يبقى هاخد اجر. طب اتزوج للاخرة ينفع برضو؟ ينفع؟ عشان انجب اولاد صالحين، عشان اصلح المجتمع، عشان طيب ايه كمان؟ ايه من الدنيا تاني ينفع للاخره؟ كلها. واخد بالك؟ كل ما اباح الله واحل الله سبحانه وتعالى، لو انك نويت به نيه صالحه تؤجر عليه، يبقى انت كده فزت، حصلت خير. لكن بعض الناس مفكر بقى ايه، خلي بالك اوعى الدنيا واوعى فتن الدنيا وتحذيرات، يقوم الناس تفهم الكلام ده غلط ويقوموا يعتزلوا بقى، ويقول لك مال ملوش لازمه، والتجاره دي بتشغلني عن المراهقه. هنشيلها يا رجال، ركزوا. والمال ملوش لازمه ونبقى فقراء، والشهادات ملهاش لازمه، ودخل مثلا وكان متفوق جدا اول ما التزم بقى يدبلر، وكل سنه ياخدها في سنتين. تكلموا لك يا عم ده علم دنيوي ملوش لازمه، خلينا اهم حاجه العقيده والفقه ونتعلم. اهو ده الخلل. وخلي بالك ده ايه ده، في احيان كثيره جدا بيبقى هو اصلا فاشل وبياخد الالتزام ده شماعه عشان يعلق عليه الفشل بتاعه، وده غلط. انا اجمع بين الاثنين، انا اخد الدنيا معونه على الاخره. خد بالك؟ وصلت كده؟ يبقى انهي الهم، الاخره ولا الدنيا؟ الاخره. والدنيا هنهملها ونتركها ولا هناخدها برضو؟ بس ما تبقاش هي الهم، ما تبقاش هي الشغل. تعرف يعني ايه اولا يعني الهم ولا مش عارف؟ مش فاهمين. من كانت الآخرة همه، يعني اكتبوها برضو، غرضه، قصده، فكره، اكتب يا جدع غرضه. ما جابش مرة كتاب، والتاني ما جابش قلم، والتاني ما جابش كتاب ولا قلم. نخلص بس اليومين دول وبعد الاعتكاف لنا نظام تاني. حاضر حاضر ماشي. اكتب بقى، يبقى همه يعني قصده، غايته، شغله، فكره، ايه كمان؟ بس نيته طلبه. يبقى من كانت الآخرة همه، يبقى دي الغاية اللي أنا عايز أوصل لها، رضا الله سبحانه وتعالى. واحد النهاردة جاي لي خريج مش عارف حاسب آلي ولا كلية تربية، فقال لي رحت عشان أشتغل في فندق، قالوا لي هتقدم خمرة. ينفع؟ ليه؟ لعن الله الخمر وإيه؟ وشاربها وحامله وحاملها والمحمولة إليه، حاجات حوالي 9 أصناف اتلعنوا فيها.
فقال له طب ازاي انا هقدم خمره ومش حرام؟ قال له انا عارف، ما احنا برضو عارفين كده، بس احنا مضطرين، الشيطان مش سايب الناس. قلت له انت عارف مضطر يعني ايه؟ يعني واحد في غصه هنا وفي صحراء والميه خلصت، ولو ما فيش حاجه سائل نزل هيموت، ما فيش الا خمره، ازازه خمره يعمل ايه؟ غلط، حته تنزل الغصه حبه، لكن انت ما صدقتش انت تقربع البتاع وتقول لا، انا في الصحراء والاكل خلص وقدامي فرخه ميته، تقدر تاكل بتاع ميته؟ ايوه اقدر واكل، لو ما اكلتش هموت، ولو ما اكلتش ومت هبقى اثم، انت كده بتهلك نفسك، يبقى بقدر لا، عشان قرفان انت، مشكله انت، ده انت موضوعك موضوع، انت في الحاله دي هتاكل، ما تاكل فيران وتاكل تعب، هتاكل كلها هتموت، يفضل بقى هو لا ولا ولا لقتين، ما خلاص انت خلاص هتقع من طولك، وما فيش الا ده تشربه، ده بعضهم شرب البول في ذلك هيموت، انت بتستغرب، لا هو دلوقتي خلاص في صحراء، والصحراء دي انتوا عارفين مهلكه، والميه معاه نفدت، فيعمل ايه؟ لا خلاص ما مش عاجبك منا والينا منا والينا ماشي. فهو بقى لما يبقى مضطر، قلت له ما تبقى مضطر يبقى خلاص انت مش لاقي تاكل، قال لي ده ابويا وامي بيصرفوا عليا، قلت له ما يصرفوا يعني، تشتغل انت في حرام ليه؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا، يبقى اتق الله سيجعل لك مخرجا، يبقى هنا انت لو هو الاخره مش همه كان قالوا له تقدم خمره لهم وخنزير كمان، مش في فلوس ماني مش مشكلة، مش صح؟ مش في شباب كده؟ في ولا ما فيش؟ في، ما يهموش حاجة، يسافر بره يقدم خنزير، يقدم خمور، يقول لك يا عم بقى ما تقوليش بقى انا بقدمها الكفرة هنا ما فيهاش حاجة، لا برضه لا يجوز، ما ينفعش معونة الكافر على المعصية، الناس واخدة المواضيع، يبقى اللي الآخرة همه ركزه، هيظهر عليه في كل سلوكياته، في كل كلامه، يبقى معروف إن ده عايز آخرة. لما يروح يتجوز هيعمل ايه؟ لو الآخرة همه هينقي المرأة الصالحة، يبقى مش موضوع مال ولا موضوع حسب ولا نسب ولا حتى جمال، مع اني يجوز، ما انا عايز واحدة تعفني، ما انا اخد واحدة ها، بس خلينا نقول ممكن اتجاوز في بعض الحاجات بس عشان الدين، ادور ماشي ادور عجب، بس لازم دين، من غير دين هتبقى انت ممكن تخسر دنيا واخرة، الآخرة همه رايح يتاجر، يبقى هتلاقيه بيدور ايه الحلال وايه الحرام، الآخرة همه جاي يحجز طيارة مسافر، تلاقيه بيسأل وقت الصلاة، هتقولي طب ما نجمع صلاة مع صلاة، لا ما في طيران بياخد 10 12 15 ساعة، هتجمع ايه بقى؟ فتلاقيه عمال يسأل طب اعمل ايه؟ طب هصلي ازاي؟ الآخرة همه، خد بالك، الآخرة همه عمال يسأل انا معايا فلوس احطها ازاي؟ وايه البنوك اللي تنفع وايه اللي ما ينفعش؟ الاخر همه في عقد بتاع سياره مثلا جاي من بنك او يروح للشيخ يقول له العقد ده حلال ولا حرام، يبقى الاخر همك هتلاقيها بتظهر على كل افعالك وتصرفاتك وسلوكياتك وكلماتك، هتحس ان انت متراقب في كل حاجه، فبتتقي الله سبحانه وتعالى. اهو اللي اخر همه ده بقى يحصل ايه؟ من كانت الاخره همه ايه؟ جعل الله غناه في قلبه. يعني ايه جعل الله غناه في قلبه؟ ما لا يحتاج إلى أحد، غني عن الناس، غني عن الدنيا وشهواتها، ليه؟ لأنه غني بالله، اللي هو قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، اللي هو الفلوس والتجارة والأموال والأولاد، وإنما الغنى غنى النفس أو غنى القلب، اللي هو إنسان غني القلب. يعني إيه غني القلب؟ يعني غني بالله، بمعرفة الله، بأن الله هو الرزاق، حتى الرزق اللي بيجي له ده والمرتب والوظيفة ده هي بالله، مش بالمدير، مش هو اللي بيتحكم، مش هو اللي هيقطع رزقي، مش هو اللي هيزود والنقص، لا ده ربنا، حتى الرزق لما بيجي له ربنا اللي بيبارك لي فيه، حتى الرزق لما بيجي ربنا اللي بيوفقني اصرفه في ايه. فغنى بالله تعرف عليه، غنى بالله اعمال قلبيه موجوده في القلب، غنى بالله سلوكيات منضبطه، يبقى جعل الله غناه في قلبه، ما يبقاش محتاج لحد، ما يبقاش فقير، لان في ناس مهما يتغنى شايف انه فقير. يعني تاجر مثلا بيكسب 3 مليون، كسب مرة مليون، يبقى كسب ولا خسر؟ كسب، لا شايف انه خسران، وممكن يعمل اي حيلة عشان يجيب الفرق ده حتى لو بالحرام،
حتى لو بربا، حتى هيتاجر في حرام. ليه؟ لانه فقير. لكن صاحب القلب الغني يرضى بالقليل ولا يساوي. ايه الموضوع ده انت يا عم؟ ايه وانا مالي؟ انت سقه، اقعد وشوف انت رايح فين. فحاضر هاجي لك. فغنى القلب الا يحتاج لاحد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه لا تسالوا الناس شيئا، لدرجه الواحد كان يبقى على الدبه بتاعته فيسقط الصوت، عارف الصوت؟ فلا يقول لاحد ناولني. يعمل ايه؟ هتقولي طب ما ينزل. لا مش سهله، ده جمل. انت هتنزل على الجمل ازاي؟ عشان تنيخه وتنزل وتقوم، وهذا موضوع. بس عشان الرسول قال لنا كده لا تسالوا الناس شيء، يبقى يستغني عن الناس، يستغني بالله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان؟ وجمع الله له شمله. ما تنساش سؤالك، يعني ايه جمع الله له شمله؟ يعني ما يبقاش انسان مشتت. من انواع التشتيت ان يبقى له مال في كل مكان، مشغول بده ومشغول بده ومشغول بده ومشغول بده، يلهيه عن العباده انه يسيبها، او وهو فيها يبقى مشغول بالدنيا، زي اللي عمال يحسب الارباح في الصلاه، وعمال يحسب احنا النهارده جبنا ايه وبيعنا بكام وهو في الصلاه وخلص. ايوه مش تركوا الراجل بتاع المحل الاربع محلات والراجل غلط في الصلاه، صلى قلت لكم القصه قبل كده. فايه مشتت، فرق الله. ده بقى جمع الله له شمله، يبقى هدف واحد، غايه واحده، مش مشتت مش مفرق، ماشي كده؟ طيب ده معناه ان هو هيتفقر، مش هتقضى حاجاته، مش هيتفوق؟ لا. واتته الدنيا وهي راغمه. يعني ايه راغمه؟ ذليله، منقاده. تعرف يعني ايه؟ انت دلوقتي الظل، الشمس وراك، يبقى الظل فين؟ قدامك. طيب انت عايز تمسك الظل تجري عليه، لو طلعت قدام هيحصل ايه؟ هيطلع هو قدام، تجري اكتر، ماشي كده؟ طب لو رحت كده لا، هيجي وراك، هيجي وراك. لما مشيت كده الظل هيجي وراك. هي الدنيا كده، تجري وراها ما تحصلهاش، تسيبها هتقول لي تاني نسيبها ونقعد بقى في البيت ونترهبن لا مش ده قصدي. قصدي تسيبها يعني ما تحطهاش في قلبك، ما تبهاش هي الهم. هبقى اغنى الاغنياء بس لله. طب راحت كل فلوسي في صفقه واحده، ايه المشكله؟ الغني سبحانه وتعالى يؤتيني مره اخرى، مش بقى يجي له صدمه، مش يغمى. لا لا، ليه يا عم؟ من يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءه من القراءات الغير متواتره يهدأ قلبه. خدت بالك؟ ف يعني مش ما يقراش بيها، مش صحيح. فاحنا بنقول الدنيا ما تبقاش الهم، ما تبقاش الغايه، ما تبقاش القصد، وتحصل منها ما يكفيك وما تحتاج اليه. فالله سبحانه وتعالى جعل الدنيا تعيننا على الوصول للاخره. محتاج زواج، محتاج مال، محتاج كذا، محتاج كذا، لكن لا يتعلق الانسان بها. طب واحد عكس، من كانت الدنيا ايه؟ همه، ماشي كده؟ قايم قاعد عشانها، لدرجه ممكن يوصل لتسريحه الشعر، اخد بالك؟ تعمل له مشكله. لو ما سرحش ما ينزلش يصلي. بتحصل مع بعض الشباب؟ اكيد. خد بقى، طب انت اصل انزل ازاي والناس وشعري؟ طب انت عامل حساب للناس مش عامل حساب لربنا وضيعت الصلاه؟ عشان كده عمر بن عبد العزيز لما كان غلام او كان شاب، كان ارسله ابوه الى المدينه يؤدب ويتعلم العلم، فتاخر مره عن الصلاه، فلما علم ابوه بذلك قال كانت مرجلتي المرجله اللي هي المرجله الماشطه ترجل شعري. فالراجل طبعا يعني بلغ من الامر هكذا، فامر او امر به فحلق راسه. الشعر ده اللي شغلك عن الصلاه هنريحك خالص، اعمل فيه ايه؟ بعض الاباء يجي مثلا ابنه ياثر في الصلاه وينام ويضيع يوم، يجيب له الحلاق شيله له زيره، الولد يجي له ازمه نفسيه ويكره حاجه اسمها صلاه. لا مش كل حاجه انت تسمعها، مش ايه دي ولا حديث، مش شرط تبقى تنفع مع ده وتنفع، لا خد بالك عشان ما تنفرش وما تكرهش اولادك في الدين. شوف انت تعمل ايه، بس وصل للشباب ان مش الشعر هو الهم، ولا المنظر ولا الشكل ولا اللبس ولا لا مش هي دي، اهم حاجه قلبك، اهم حاجه طاعتك، وبعد كده ما يهمش بقى
مش يعني تلبس غالي تلبس رخيص، مش هو ده الهم، مش هو ده اللي عايشين ليه، بس برضو جمل ثيابك وحسن شكلك وسرح شعرك وحط عطر، وكل ده مطلوب ما فيش مانع منه، بس ما يبقاش هو الايه الهم والشغل. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. لما انت تحط كده صبعك بين عينيك وتبص عليه يحصل ايه؟ هي في ناس الدنيا هي، بص كده ايدي دي كل ما اقربها هشوف ايه وراها؟ مش هشوف. طب كل ما تبعد، هي الدنيا كده، في ناس الدنيا مش شايفه الا هي، في حين ان هو لو بعد هيشوف الدنيا على حجمها الحقيقي. ان شاء الله لما تطلعوا عمره وتركب الطياره هتحس بالمعنى ده، تبقى قاعد جنب الشباك وتبص المطار وبعد كده الايه المحافظه وبعد كده مصر كلها وبعد كده القاره كلها وبعد كده ما تشوفش حاجة. الدنيا كلها الكرة دي هتطلع ايه خالص لما تقارنها بالآخرة؟ ولا ليها قدر ولا ليها قيمة، خدت بالك؟ يبقى ما تستاهلش اللي انت تخليها هم. عشان كده الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى ده دليل ان الدنيا ما تساويش ولا حتى جناح ايه يا الدنيا من سيدنا آدم لآخر واحد كلها ما تساويش جناح بعوضة، وكل الناس دول بيتخانقوا على ايه؟ على جناح البعوضة. هيسيبوا لك منه قد ايه؟ فرخة. لما يشوف بقى لما تساويش اصلا، فما تستاهلش اللي انت تخليها هي الهم. جعل الله فقره بين عينيه، على طول فقران، هو على طول فقير مش بسبب فقر القلب. وفرق عليه شمله، تلاقيه مشتت على طول، حتى فيما يصرف يصرفه ذلك عن العبادات او يشغله هو في العباده. طيب هل ده معناه حرصه على الدنيا ده ان هيحصل هو اللي عايزه منها؟ لا ابدا، لم ياته من الدنيا الا ما قدر له. مش هتاخد من الدنيا برضه مع كل الهم اللي انت فيه ده الا اللي ربنا ايه كتبه لك. يبقى احسن تخلي الاخره ايه؟ قصد الاخره، ده هو ده الاخلاص، هو اراده وجه الله سبحانه وتعالى. باقي لنا درس واحد بكره نخلص فيه ثمرات الاخلاص باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.